مرحبا بكم. مباريات كرة القدم دائما ما تكون حماسية، لذلك لا يستطيع المشاهدون ملاحظة كل ما يحدث لحظة بلحظة، ولكن بعدما شاهدوا هذه التفاصيل التي لم يلاحظوها أصيبوا بالخوف. اليوم سنعرض لكم لقطات مخيفة سجلتها الكاميرات في ملاعب كرة القدم يعتقد أنها لأشباح. سادسا، لنرى ما رأيكم بهذا المشهد. فخلال مباراة منتخب الأرجنتين التقطت الكاميرا مشهدا مخيفا لم يستطع أحد تفسيره، فقد كان خيال يشبه الإنسان ويجري مسرعا. لم يلحظ أحدا ما حدث أثناء المباراة، ولكن بعد انتهاء المباراة لاحظها البعض في الكاميرا، وظن البعض أن ما ظهر على الكاميرا قد يكون بسبب شيء تقني في الكاميرا. خامسا، في دولة بوليفيا في عام 2004 وأثناء أحد المباريات ظهر بين الجماهير خيال أسود، لقد كان يشبه إنسانا يجري بسرعة إلى أن اخترق الجماهير. هذه لقطة غير مفهومة ولم نجد لها تفسيرا حتى الآن. رابعا، أما هذا المشهد في شهر مايو من عام 2014، ظهر في الكاميرا خيال إنسان شفاف يرتدي أبيض ويتجول في الملعب ولم يلاحظه أحد. برأيكم ماذا قد يكون؟ ثالثا، أثناء مباراة في إحدى المسابقات في ألمانيا ظهر على الكاميرا شيء مخيف. لقد ظهر خيال أسود خلف اللاعب ويتحرك تجاه اللاعب، لم يفهم أحدا ما هذا. ثانيا، هذا المشهد في فنزويلا وظهر عند المرمى ظل أحمر. تفاجأ الجميع عندما شاهدوا هذه اللقطة، فهذا الظل ظهر كحارس مرمى آخر، أليس كذلك؟ أولا وأخيرا، حدث هذا المشهد في أحد ملاعب كرة القدم وهو فارغ، وفي البداية ستلاحظ ظلا أبيض، وإذا دققت أكثر سيظهر على هيئة إنسان يتخطى المدرجات. برأيكم ماذا قد يكون؟ أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.